السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سيرشاك. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هوريك ازاي تعمل فلترة جوه الفلترة، تفلتر جوه الفلتر. بصوا يا شباب، انا دلوقتي عايز ان انا لما باجي ادوس على كلمة ايرن دي، ايرن ده مثلا ماسك كذا منطقة، لما بدوس عليها بيقول لي ان هو ماسك منطقة الايست وبيتفلتر على الفلتره. فانا دلوقتي لا، انا عايز دلوقتي لما ادوس على كلمه ايرن يجيب لي كمان اللي جوه ايرن ده ايه، المناطق اللي جواه ايه، وهكذا. بصوا يا شباب، في احنا كنا جايبين من داتا الاوردر، الاوردر دي جواها داتا كتير قوي. من ضمن الداتا دي ان في حاجه اسمها ريجن وفي حاجه اسمها ستيتس. ريجن دي المنطقه الكبيره، يعني منطقه زي ايست، الشرق، الشمال، وهكذا. لكن الستيتس دي او بروفنس دي اللي هي الولايات او المحافظات. فدلوقتي لما تيجي تقف وتيجي تدوس كده على الداتا دي من هنا كده، هتلاقي هنا المانجر. فانت لو جيت عشان تدوس على كلمة ايرن يجيب لي كل الستيتس او كل المحافظات اللي تحت مدير المنطقة دي، هنعمل ايه؟ هنروح عاملين نجيب الستيتس دي كده ونحطها تحت المانجر هنا كده في الاكس، في الواي اكس ده. بس في نفس الوقت لما باجي ادوس برضو ما حصلش حاجة. فايه اللي بيحصل؟ حته الدريل، دوس هنا كده اسمها دريل داون. اول ما تلاقي علامه السهم ده اسود كده، حتى لو انا خرجت كده هتلاقي علامه سهم اسود. بمجرد ما بتدوس وتدوس مثلا على كلمه ويليام، جاب لك كل المحافظات اللي تحت كلمه ويليام، فاهمني؟ لو طلعت بره مثلا، لو دوست مثلا على كلمه سام، هتلاقي كل المحافظات اللي تحت كلمه سام جابها لك، وكمان ابتدى يفلتر لك على الموضوع ده. طب دلوقتي في كلمة الدريل دي، بمجرد ما اجي اشيل دي هي كده خلاص، لو انا دوست على دي بقى يجيب لي الاسم بس، ما بقاش يجيب لي الحاجة اللي تحتيها. طب تمام، طب لو انا دلوقتي عايز اعرف كل المحافظات تحت كل واحد، كل المحافظات تحت كل واحد اهو، اللي هي الهيراركي دي، اللي هي الحتة دي كده، اللي هي دي الليفل او الهيراركي، اللي هو مثلا زي ده مثلا، ده كريس تحتيه كاليفورنيا ونيويورك، ده ايرن تحتيه مثلا ماساتشوستس والاباما وكولورادو وهكذا. طب انا دلوقتي عايز اخرج من الموضوع ده، بتروح طالع عامل دريل اب، دريل داون ودريل اب. دريل اب ده اللي بيعمل زي باك، يعني بيرجع لورا. طب لو انا دوست على الزرارين دولت، لو انا عايز اعرف كل الهيراركي اللي تحتيهم كلهم، بس من غير مدير المنطقه، يعني المدير نفسه ده يتشال، هنروح دايسين على على اللي هو الهيراركي دي او اللي هو دي، هيطلع لي كل الداتا دي كلها، بس مش مكتوب مين اللي تحت، يعني تحت مين، مش مكتوب هنا المانجر بتاعه. تعمل كده خلاص كده. طب انا عايز امسح ده كله، اروح اعمل كده، اروح شايل ستيتس والبروفنس دي، الفلتر ده كله اتشال. طب تعالى هنا مثلا في الايست دي، مثلا لو حطيت الستيت بروفنس دي او المحافظه دي تحت الايست، تحت الريجن دي كده، هتلاقي ظهرت الفلتر ده شويه، يعني الفلتر ده مش موجود هنا، لما تيجي تدوس هنا مش هتلاقي الفلتر ده هنا، لكن لو هنا هتلاقيه موجود هنا. هتروح عامل ايه؟ هتروح عامل على دريل داون دي كده خلاص كده، انت فعلت الخاصيه بتاعه انك تفلتر. لو دوست على كلمه ويست، جاب لي كل ويست اللي قدام، يعني بص ويست دي كل اللي واكلها كاليفورنيا يعني واخده الويست كله. طب تعالى نرجع، طب تعالى مثلا نمسك سنترال اللي واكلاها يعني، والدنيا تبقى مظبطه الدنيا، اللي هي إلينوس دي، اللي هي المحافظه دي كده اكبر حاجه 22% ودي 21%، وهكذا. نطلع تاني نختار مثلا ساوث، هتلاقي فلوريدا اكبر حاجه عاديه 25، وهكذا. عايزين مثلا نجيب كلهم اهي كده، بس هتلاقي الدايره، هتلاقي الشكل مش قد كده، يعني كاليفورنيا ونيويورك يعني دولت اكتر حاجات واضحه اكتر. طب نعمل دي مثلا كده ونشيل الدريل داون ونخليهم مثلا كلهم زي بعض، هتلاقيهم بص المنظر ده كده، بتبقى احسن في الشكل ده، احسن من الشكل ده. بس انا بس حبيت ان انا اوصل لك فكره الدريل داون والدريل اب، ان انت ازاي تفلتر جوه الفلتره. يعني بدل ما تدوس مثلا وتيجي تعمل مثلا هنا يعني مثلا اسمها ايه دي، يعني مثلا تشارت بمدير المنطقه، وتعمل تشارت تانية مثلا بالمحافظات، لا انت جوه مدير المنطقه تحط فيها المحافظات. فهمت قصدي ايه؟ يعني انت كده ضربت عصفورين بحجر، يعني انت مثلا تروح جايب هنا الستيتس بروفنس دي وتحطها هنا كده، وبكده بالمنظر ده وتفعل خاصيه الدريل. حطيناها فين؟ حطيناها هنا، لا نقف هنا الاول، وبعد كده نجيب ستيتس اوف بروفنس دي حطها هنا كده، فكده ونفعل الخاصيه دي، فكده انت بقى عندك تو شارت
في شرط واحد، يعني تو تشارت، تشارت يعني اللي هي اتنين رسم بياني في رسم بياني واحد، ومجرد ما تدوس على ايرن يجيب لك التفصيله بتاعت ايرن عامله ازاي وهكذا. فالموضوع ده حلو جدا يا جماعه، فاتمنى يكون فاتكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الدريل اون، الدريل داون والدريل اب. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا والله الواحد بيتعب قوي قوي في الـ في الـ يعني في المحتوى ده. فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.